الحقوني، ده اللي فيه سواء ميكروباص بره عايزين يموتوه. ليه في ايه؟ اصل جوه ده الميكروباص قبل ما يدخل. لا قرب اموته. يا عم خلاص يا عم سيبه. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. صلى على النبي. اهدى يا عم، اهدى. الناس دي مالهاش غلط. اهدى بس، ارجع كده ورا، اهدى نفس. صلى على النبي يا ريس. اهدى بس. عايز ايه؟ كلمتين يعني يا ريس، هو الراجل هيروح منك فين؟ ارجع يا عم. يا ريس شيل السلاح كده بعد اذنك. سيب السلاح. عيب ابني. ابن مين يعني؟ عيب ابني مساعد وزير الداخليه. انت لو حصل له حاجه هتطير فيها تاني. وانا عارف انك قافش، الدنيا غاليه اليومين دول، والزبائن مش قادر تدفع اجره زياده. بس يلا كده تلاقي العسل انت ضاربها مش جايبها. مش هياكل معايا. بس ايه ده بس؟ تلاقي العسل انت ضاربها مش جايبها معايا. صلى على النبي كده. خد عجلك وامشي. خد عجلك معاك وامشي. حقك عليك. عيل وغلط.